السلام عليكم ورحمة الله. نكمل سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. هناخد النهاردة إن شاء الله فيرب تو هاف. هاف معناه يملك أو معناه برضو يتناول. فيرب تو هاف له شكلين، الشكل الأساسي والشكل اللي اسمه هاز. الشكل الأساسي اللي هو هاف مع الأي واليو والوي والذي بيتحول لهاز مع الهي والشي والإت. يبقى أي ويو وي وذي تبقى هاف، he وشي وات هاز. I have أنا أملك أو أنا أتناول. You have أنت تملك أو أنت تتناول. We have نحن نتناول. They have هم يتناولون. He has هو يتناول. She has هي تتناول. It has هو أو هي الغير العاقل يتناول. I have أنا أتناول أو أنا أملك. You have أنت تتناول أو أنت تملك أو برضو أنتم تملكون أو أنتم تتناولون. We have نحن نملك أو نحن نتناول. They have هم يتناولون أو هم يملكون. He has هو يتناول أو هو يملك. She has هي تتناول أو هي تملك. It has هو أو هي الغير العاقل يتناول أو يملك. زي الجمل ديت. I have a car أنا لدي سيارة. I have a car أنا معي سيارة أو أنا أملك سيارة. He has a car هو لديه سيارة. He has a car هو لديه سيارة. She has a car هي لديها سيارة. لاحظ هنا مع الشي والهي بقت has، مع الأي الفعل الشكل الأساسي have. We have a car نحن لدينا سيارة. They have a car هم لديهم سيارة. I will you will we will they have he will she will it has. I have a car, he has a car, she has a car, we have a car, they have a car. شكرا.